والله العظيم يا جماعة الرحلة كانت تحفة. الواحد انبسط كده وحس بطاقة إيجابية. فعلا والله يا يارا معاك حق. لولا بس الخناقة بتاعت الأرخ ده كان زمان ما فيش أي حاجة ضايقتنا في الرحلة دي خالص، بس في الآخر برضه إحنا عرفنا نفرفش أهو. وبعدين يا عم طارق أنا مش عايز السيرة دي خالص، الموضوع ده بيحرق دم بجد. وبعدين ود على فكرة أنا أعلمه الأدب. ما خلاص بقى حدث الصبر، تيك إت إيزي، الموضوع كان سوء تفاهم وخلصنا منه. دور معاه حق يا أنت مكبر الموضوع أوي يا عم. في إيه؟ ما تنسى، انسى. بس أنت عارف يا طارق أنا متضايقة أوي إن الأجازة خلصت، بس إحنا لازم نلاقي أي فرصة قريبة ونتجمع ونيجي تاني. فعلا الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. بس برضه لازم لما نلاقي حد ما ترباش ربيه. في إيه يا هيب؟ أنت مالك واخد الموضوع بحساسية زيادة كده ليه؟ على فكرة أنا دماغي كده هتروح لبعيد وهفكر في حاجات تانية خالص. ستي لا بعيد ولا قريب. الواد ده أهني وأنا ما ردتش عليه. وبعدين ما ينفعش أبقى ظابط ويجي حتة عيل زي ده يعلم عليا. آه يا عم إيهاب، كام ساعة اللي فاضل لنا بقى في الرحلة دي هنقضيها في الكلام ده وفي الهري ده؟ مش هينفع يا جماعة كده. بقول لكم إيه؟ هتيجوا نخلص المشاريب ونقوم نتمشى شوية كده ونغير جو. يلا يلا بينا بقى.